صاح رساني وهي اللي حمياني وصينا قلبي هو مني محفوظ في قلب مني عيون يسع سنداني وفي محنتي شايفاني رفعاني في وقت ضعفي شايلاني في وقت همي عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع دي قوة ومنارة روحي قوة وفي خوفي هي ظلي هي رايتي وهي خلي دفون وصر حماية نظراتي ليا راية شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه عيون يسوع عيون يسوع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم عيون يسوع. النهارده الحلقه هتكون مختلفه شويه، يمكن اول مره تحصل في البرنامج، ان احنا هنقدم مسرحيه بعنوان تحطمت القيود. المسرحيه بتحكي ان عن العمى الروحي، الإنسان اللي هو ما بيبقاش بيشبع من كلمة الله وبس بيعتمد على السمع والأقوال الكتابية اللي هي مش موجودة في الكتاب وبيفهم غلط. إبليس بيعرف، يعني إبليس ما عندوش مشكلة خالص إن احنا نروح الكنيسة وما عندوش مشكلة خالص إن احنا نصلي، يعني عشان تبقوا عارفين وفاهمين، ما عندوش مشكلة للموضوع ده، لا روح الكنيسة بس ما تفهمش حاجة، روح صلي بس ما تعرفش تصلي، يعني تحط تغمض عينيك ودي بسمعها كتير، يعني ما حد ما فيش كلام، يعني ما فيش لهج في الصلاة، ما فيش ان انا اعرف اصلي بالروح القدس، ان انا يبقى في كلام على لساني من جوه طالع من جوه قلبي بقدمه لله ذبيحة شكر، بقدم له بقول له بشكرك، الكلام اللي هو بيبقى طالع بحكي معاك اب، مفيش. فابليس ما عندوش مشكله زي ما قلت ان احنا نحضر الكنيسه بس ما نكونش فاهمين، وده هنشوفه في المسرحيه اللي هنعرضها على حضراتكم دلوقتي. عايزه كمان اضيف حاجه على قبل ما نعرض المسرحيه، ان في اقوال بتتقال في على المنابر وبتتداول وسط الشعب، الأقوال دي مش موجودة في الكتاب، يعني دي أقوال وليست آيات. يعني مثلا ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، دي مش آية مكتوبة في الإنجيل، دي مقولة قالها أحد الخدام أو أحد الآباء، يعني شخص قالها وتداولت لأن هي كلامها منمق فتداولت وسط الناس، لكن هي مش آية على الإطلاق. ملعون من يتكل على ذراع بشر، دي مقولة وليست آية. ابن الطاعة تحل عليه البركة، دي برضو مقولة وليست آية في الكتاب المقدس. أنا بقول ليه كده؟ لأن احنا لازم نفرق بين الآيات وبين المقولة، تمام؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية، دي برضو مقولة وليست آية، وأنا هقولهم تاني ورا بعض، حضرتك تقدر تعمل عليهم سيرش وتتأكد من الكلام ده. أوصوني بعمل يدي، ده برضو مقولة وليست آية. كل أمة تفعل البر مقبولة عنده، برضو مقولة. صلاة الشرير مكرهة الرب، برضو مقولة وليست آية. أنا بقول ليه؟ إحنا يهمنا، حلو يعني الكلام ده كويس مش وحش، مقولات جميلة مقولات مقصورة وحلوة، لكن يهمني ان انا اكون بحفظ وباكل كلمة الله. ليه بقى؟ لاني اعرف ارد على ابليس. في آية بتقول وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، اعرف ارد عليه، يبقى جوايا في سند، جوايا في حاجة بتسند الهجوم اللي بيجي من الأفكار اللي بيرميها عليا إبليس. لما يجي يقول لي ده ربنا مش بيحبك، وهنشوف الكلام ده في المسرحية،
لما يجي يقول لي انت مش مقبول، لما يجي هلاقي من جوايا كلام ارد بيه، ايات كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين، تعرف تدخل تخترق النفس، تعرف ترد على هجوم ابليس. ما يبقاش بس كلام سلبي وكلام يترمي عليا منه ومن غيره، يعني ابليس يجي يرمي في نفسي كلام، يجي يزن حواليا، يرمي عليا ضغوط، يرمي عليا مشاكل، يرمي عليا ضيقات، يرمي عليا كلام سلبي ويسمعني من نفسي. يعني ايه من نفسي؟ يعني رثاء على النفس، فاهمني؟ رثاء ان انا اقعد يا اصل انا ظروفي صعبة، اصل انا اعمل ايه، الناس بتفرح وانا مش بفرح، الناس عندها فلوس وانا مش عندي، الناس بتعرف تدرس وتذاكر وانا ما عنديش الامكانية لده، يبقى عندي رثاء. ده بص الشخص ده ناجح وانا مش ناجح، انا مثلا عندي اعاقة انا معوق وده مش معوق. يعني الرثاء على النفس باي شكل من الاشكال، لازم اقبل نفسي زي ما انا لان الله بيحبني، واخرج من نفسي شيء حلو، حاجه حلوه. الله بيفرح بيا، والله لازم تكون فاهم وتكوني فاهمه ان انت مش موجوده على الارض هباء، لكن انت موجوده لسبب ما. ايه هو السبب ده؟ اني اكون ببني في ملكوت الله، انا ليا دور في الحياه، وليست انا جيت عشان اكل واشرب واعيش في المشاكل او اعيش في حياه كويسه سين واموت. لا مش ده. هقول المقولات تاني وهنطلع نشوف المسرحية. ملعون من يتكل على ذراع بشر، دي مقولة. ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، مقولة. نسل المرأة يسحق رأس الحية، مقولة. ابن الطاعة تحل عليه البركة، مقولة. كل أمة تفعل البر مقبولة، عنده مقولة. صلاة الشرير مكرهة الرب، مقولة. هنطلع على المسرحية ونرجع لكم تاني. بس أنا كان عندي تعليق، يعني كنت عايز أقوله لك. يعني طبعا اتفضل. والمفروض يعني المفروض إن الواحد يدي ربنا كل قلبه، صح؟ كويس. بس ده حتى الكتاب بيقول سعى قلبك وسعى ربك، دي آية. آية؟ دي آية؟ مش فيها كلمة ربك تبقى آية؟ يا سلام. طب فين الشاهد بتاعها دي؟ شاهد؟ آه هو بصراحة ما كانش موجود حد ساعتها يعني عشان ده شيء. لا لا ما اقصدش، انا اقصد اقول يعني فين مكانها في الانجيل يعني. مكانها في الانجيل. ايوه يا سيدي، اصحاح اشعياء الاول ده في تيموثاوس. ايه؟ انت مش واخد بالك من الوعظ، اصل اهل تيموثاوس كانوا عيانين شوية، فاشعياء بعت لهم رسالة يعني اطمن عليهم. اشعياء عمره ما كان رسالة، اشعياء ده سفر. سفر؟ ايوه. ومين اللي خد سفر؟ اشعياء خد سفر؟ لا ولا اقول له ذاكر يا اشعياء، ذاكر يا اشعياء، او في ناحيه بس بتحكيله كده. لا ما اقصدش سفر يعني زيرو، لا ما اقصدش كده. من واحد يعني؟ لا ولا واحد، يعني سفر يعني جزء من الكتاب، يعني فصل في الكتاب المقدس، مش سفر يعني سفر. انت بس الدنيا ملخبطه معاك شويه. طيب مش الكتاب بيقول وجدت كلامك فاكدته؟ ايوه صح. هو انا جاي واكد كده بيه؟ نعم بيجيب لنا كده. اكدتهم ازاي يعني؟ اكلتهم بالبقك يعني؟ ايوه مش الكتاب بيقول كده؟ لا الكتاب يقصد يقول بالايه دي ان كلمه ربنا تكون جواك. ما انا لما اكلتهم دخل جوايا هم اللي عاوزين يعني. لا اقصد اقول يعني ان انت تسمع الكلمه والكلمه بتخليها جواك وتعمل بيها. لا انت فهمت الايه دي غلط، مش انك انت تاكل ما تاكلش ورق تاني. انت ما قلتليش احنا يعني خدنا الكلام، انت اسمك ايه؟ ما عرفناش على بعض. انا اسمي عبد النور اللي فاهم كل حاجه. عبد النور اللي فاهم كل حاجه؟ اصل انت مش واخد بالك يا ضواح. فهمني. اصل انا كان والدي بيحب النور قوي. واتولدت يوم سبت النور فصل لا يا عبد النور. يا سلام. طيب هو ده بس اللي تعرفه عن الكتاب المقدس يا عبد النور؟ لا مين قال كده؟ انا مره شفت سمعت يا اخي من دقي. انت تعرف القسيس بيوح؟ طبعا اعرفه. انا ما اعرفوش. المهم سمعت مره كان قاعد يوم اصلا ويقول الكلام كده ضايقني بصراحه. ليه بس؟ دخلت الاوضه بتاعتي قفلت عليا الباب وكنتش طايق ابص في وش حد. ليه بس؟ قاعد يقول لك اتكل على الرب وهو يجري. هو يجري دي. لا يجري مش يجري. قعدت اصلي يا رب يا رب ده انا اتكل عليك تقوم انت تسيبني.
يا جماعة. لا لا انت فهمت الايه غلط يا عبد النور. لا يعني يجري يعني يمشي لك امورك. انت لما تتكل على الرب، الرب هيمشي لك امورك مش هيسيبك ويجري. لا لا عشان انا مش هشوف هو يسيبني ويجري. لا 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 انت فهمت غلط، بس انت التشكيل عندك عامل لك مشكله. التشكيل عامل لك مشكله يا كبير. طب والايه اللي بيقول لك فيها ايه؟ وهي نزل له نشيد. ايوه ماله عمل ايه النشيد يعني عشان نزل؟ لا هي مش يلذ ويلذ له نشيد، يعني الرب بيتلذذ بالنشيد اللي انا بنشده له، مش يلذ يعني يوقعه. لا طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. لو كنت دارس الكتاب صح كده هتعرف تجاوب. اتفضل. مين احن شخصيه في الكتاب المقدس؟ احن شخصيه في الكتاب المقدس؟ ايوه شخص الرب يسوع طبعا. لا ما عرفتش يا في الجامعه كده. اه حنيزه. مين حنيزه؟ حنيزه حن شخصيه في الكتاب المقدس. مش حنيزه لما راى الجموع تحمل عليهم. لا لا يا عبد النور انت كمان بتقرا الكتاب غلط. الكتاب بيقول حينئذ لما راى الجموع تحنن عليهم على شخص الرب يسوع. حينئذ مش حنيزه، مفيش حاجه اسمها حنيزه. انت باين التشكيل عندك. انا هو التشكيل عندك. طيب طيب مش الكتاب بيقول وليكن كلامكم نعم نعم ده ايه؟ ايوه صح. مفيش خالص يعني؟ ايوه انا حلفت. طب وما انت قاعد تحكي تاني مش انا حلفت؟ اه مش قاعد تقول والنعمه والنعمه انتم مخلصين. لا لا انا ما اقصدش، انا قلت بالنعمه مش والنعمه. في فرق بالنعمه والنعمه، في فرق بين الاثنين. بس الدنيا ملخبطه معاك شويه، سامعك برضه شويه في مشكله. بس مستني عوني. بس مين عوني؟ عوني نازل من الجبل. عوني مين نازل من الجبل؟ مش الكتاب بيقول ارفع عيني الى الدباب بحيث يعطي عوني؟ اه لا ايه يا عبد النور؟ استنى بس استني بس. غلط خالص اللي انت بتقوله ده يا عبد النور. الايه بتقول ارفع عيني نحو الجبال من حيث ياتي عوني، يعني معونه الرب. لما برفع عيني للرب معونته بتيجي ليا مش عوني. مفيش حد اسمه عوني ليه؟ لا انت تفهم الكتاب ملخبطه شويه. طيب الكتاب والايات مش بعرفها بالتشكيل بتاعي، والترانيم اللي بقعد بسمعها وداني اللي بيقولوها في مشكله في التعليم؟ اه مالهاش معنى. ايه؟ قول لي. بيقول لك ساعه 10 حروف نجلس صفوف صفوف، هو الحروف الكام في مين ولا مين عشان نتفرج؟ لا يا عبد النور برضه فاهمها غلط. هو مفيش حروف، مش هنطلع السماء ويكون في خروف ونقعد ناكل. لا عشان ناكل؟ لا ده رمز، رمز للرب يسوع، رمز لشخص الرب يسوع، مش اكتر من كده. لكن مش هناكل كده وهناكل. والترنيمه اللي كانوا قاعدين يقولوها يقول لك ايه؟ غالي يا رب عليا غالي عملك فيا. ايوه غالي ما تشتريش يا اخي. لا انت بتفهم الترانيم بطريقه مختلفه تماما يا عبد النور، ما يقصدش كده خالص. طيب في ترنيمه يعني انا مكسوف اقولها يا اخي مش عارف هما بيقولوها ازاي. على قول معلش قول. يقول لك عظمك يا رب لانك نشلتني. انا قاعد اسمع يا عبد النور انت بتفهم الكلمة مش عارف اقولها. انت بتفهم الايات ازاي؟ اعظمك يا رب لانك نشلتني من الضيق. انت يا رب خدتني انقذتني من الضيق، لكن مش مشدتني عن السنتين. يا عبد النور طب ايه رايك؟ ما تيجي احكي لك على قصه من الكتاب المقدس. انت تعرف قصص؟ اه امال ايه طبعا. طيب كويس احكي لنا قصه. انت تعرف قصه زكا؟ مين ما يعرفش قصه زكا؟ انا بقى احكي لك قصه زكا. احكي لنا قصه زكا. كان يا مكان جه زكا في يوم من الايام راح قال لابوه اعطني الميراث يا ابي. ايه؟ زكا؟ زكا؟ اه ده الابن الضال عبد النور. انا هحكي لك على القصه من اولها. هي ليها اول؟ انت مستعجل ليه؟ اه طب اصل ابو ام زكا ايوه ما كانوش بيخلفوا، فراح ربنا اعطاهم زكا رقبه. بعد ما اداهم زكا حب ياخده تاني، فابوه كان هيذبحه بالي. اه فراح ايه؟ زكا قال لك لا ده الواحد ما يتمنش ابوه في الزمان ده. فراح قال له اعطني المرافق. يعني ايه يا عم؟ ايه يا عبد النور انت بتقول دخلت زكا في الابن الضال في اسحاق؟ اسحاق مين بس خليك معاك؟ معاك. ابوه قال له ايه؟ روح لامه. امه قالت له بص
مش معايا الا الفلسين دول، تاخدهم وتريحني؟ قال لك يلا الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسم. وخد زكى الفلسين وسافر بكوره بعيده، ورجع يبعث الفلسين هنا وفلس هناك لغايه ما خلصت. بيشتغل؟ طبعا. قال لك تشتغل ايه يا زكى؟ تشتغل ايه يا واد يا زكى؟ فراح يشتغل عند واحد اسمه فوط. فوط؟ لا لا، شبه الفوط. مشهور يعني؟ شبه الفوط يا اخي، مش مراد الفوط، فوط 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 فوط. فوتيفار. أيوة. كمان عليك دارس الكتاب كده حلو زي. شكرا ربنا يخليك. بس حصلت حاجه ليخ كده بين زكى ومراته. دي قصة يوسف ومراد فوتيفار، كل الناس عارفاها. لا، القصة الحقيقية ما يعرفهاش حد إلا أنا وشوية ناس قليلين. يا سلام. فراحت مراد فوتيفار اتهمت زكا إن هو اللي سرق الخمس خبزات والسمكتين اللي كانت في العشاء. ده زكا؟ زكا ما مضمونش. فضل ماشي 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 40 سنة في البرية. زكا ماشي 40 سنة في البرية؟ لغاية ما لقى جماعة كده ملمومين حوالين يسوع. فهو قد البص يعني. ايوه اهو، احنا كده وصلنا لزكا. يعني كل الاول ما كانش زكا، ودلوقتي بقينا زكا. ايوه طبعا، اللي فات ده ما كانش زكا خالص. المهم ايه؟ هو كان قصير كده. ايوه فعلا، الكتاب كان بيقول وكان قصير القامة. هو زقرب حلو. زقرب؟ اه زقرب بتاع مين يا عبد النور؟ الكتاب. لا، الكتاب بيقول وكان قصير القامة. الكتاب بيقول وكان قصير القامة وزقرودا. الكتاب بيقول وكان قصير القامة وإذ أراد، وإذ أراد يا عبد النور مش زقرودا. المهم هو طلع على نخلة. نخلة؟ لا شجرة يا عبد النور. لا نخلة. شجرة. لا وقع. وقع. وقع في بطن الحوت. بطن الحوت؟ قعد أربع أيام في بطن الحوت. أربع أيام؟ لغاية ما جاله الرب يسوع قال له زكا. قالوا ما خارجا. قالوا له يا سيد قد أنتم. قال لهم ولو. زكا زكا. هلوم خارجة. فراح طالع زكا بقى ايه؟ ايديه ورجليه ايه ملفوفين. فراح الرب يسوع قال لهم حلوة. ايه؟ أصل عجبته المعجزة. قال لهم حلوة. الرب يسوع قال حلوة؟ لما شايف العذر بقى طالع كده وايديه ورجليه ملفوفين قال لهم حلوة. ايه اللي انت بتقول ده يا عبد النور؟ الرب يسوع يقول حلوة؟ يا عبد النور، الرب يسوع لما شاف لعازر خارج من القبر ملفوف قال له حلوه حلوه يا عبد النور، مش حلوه، التشكيل هيضيعك، ركز في التشكيل يا عبد النور. زكا ما هموش. ما هموش، هو ده بيهمه حاجه؟ لا لا، مش بيهمه حاجه ابدا. يا سلام. ده مره اتكتبوا الفرنسيين دول حبسوه. الفرنسيين؟ الفرنسيين؟ حبسوه، قعد يصلي ويرنم لغايه ما حصل زلزال. لما صلى ورنم حصل زلزال؟ على راي الايه اللي بتقول العين صابتني ورب العرش مجاني. دي آية؟ مش فيها رب العرش؟ أي حاجة فيها ربك هتبقى آية فعلا. زكا ما هموش. ما هموش. فضل ماشي 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 لغاية ما جاله واحد طويل وعريض اسمه جلعاد. جلعاد؟ قال له أنت جاي بفرس ورب، أنا جاي لك بالنبلة. راح زكا خد أصغر حجراية حطها في النبله وطلعها ولعها في الهواء كام ولايه وفي راس مين؟ جلعان. وراح ساحب السيف وراح قطع راس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ايه؟ راح مسكوا جلعان وحطوا في جنب الرسول. زكا ما هموش. فضل ماشي 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 لغايه ما قابله واحد قال له انت تعرف يسوع؟ لا ما اعرفوش. راح قابلته جاري قالت له انت شفت يسوع؟ لا عمري شفته. شاف واحد تالت قال له انت لو قتلتني انت تلميذ من تلاميذ يسوع. قعد يشكر ويحلف ما اعرفوش ما شفتوش. وراح ساعتها صح الدين. انت كنت موجود هناك ساعتها على الرابع. زكا ما هموش. فضل ماشي 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 لغايه ما ظهر له رب يسوع قال له زكا عايزك تجيلي وتحط لي فيه كل الحيوانات علشان انا هحرق العالم بالنار والكبريت. يبني فلك عشان هيحرق العالم بالنار والكبريت. زكا ما هموش. فضل ماشي 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 راحت جات الحيه بقى لمراد زكا. حيه؟
قالت لها شايفه البطيخه اللي على السقف بتاعتك؟ كانت من البطيخه تحولت الحية لعمود مالي. هي كانت من البطيخه الحيه تحولت لعمود مالي؟ زكى مرموم مرموم. فضل ماشي 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 لغايه ما جاء الرب يسوع قال له زكى زكى لماذا تطاردني؟ أبتفضل أن تزمني مرتبة الإكسار؟ قال له ماذا تريد يا رب بعد أبعد؟ قال له قم احنا الشرير المرتبط. ومش عارف تقول اي حاجه مالك في ايه مالك كده قاعد تطبطب فيها يا اخي ده بدل ما تقول لي كلمه ترديني وتشجعني على الحال اللي انا فيه ده انت محتاج المسيح يدخل جوه قلبك عشان يغيرك المسيح المسيح عمره ما حس بيا المسيح عمره ما داق المرار اللي انا عايش فيه ده لا يسوع بيحبك يسوع بيحبك ما تصدقش اكاذيب ابليس بس يعني تاني بعد ما شفنا الجزء الأول من المسرحية شفتوا إن هو شخص مش بيقرأ في الكتاب ولا هو ملم بالكتاب المقدس ولا هو شبعان كتاب بالنسبة له حد بيقول وهو مش عارف أعمى ده العمى الروحي اللي احنا كنا نقصده من المسرحية إن هو مجرد إنه بيفهم أي حاجة في أي حاجة مفيش أي نوع من أنواع الاختبارات الروحية ولا التركيز الروحي ولا الإحساس الروحي مفيش ونتيجته هنشوفها في الجزء الثاني إن هو ملك الإبليس لأن إبليس استهدفه وكان خامة حلوة لإبليس مش خامة حلوة لربنا لكن هو ساب نفسه ان يكون خامة حلوة لإبليس وإبليس بيقول له ايه هما الناس مش بيحبوك بيحسسه بعجزه بيحسسه بضعفه بيجي يذله بيذله بضعفه بيذله بخطيته هو إبليس كده ما بيعملش معانا غير كده لما تكون بتحس انك انت في حاجة جواك مذلول بيها اعرف ان ده صوت ابليس مش صوت ربنا ربنا عمره ما بيذل حد بحاجه بالعكس الله اب رحيم طويل الروح وكثير الرحمه بيحبنا هنا في المسرحيه بيقول له انت ربنا مش بيحبك هو حاسس بكده كمان هو ربنا مش بيحبه طبعا كذب من ابليس ابليس بيكذب عليه وبيكذب وبيخليه هو يكذب على نفسه يعني ابليس بيكذب عليه وهو بيكذب على نفسه ربنا مش بيحبني مين قال لك ان ربنا مش بيحبك اكبر دليل ان هو قدم دمه مفيش حد بيقدر يعمل كده احببته لغايه ما مات يعني حبني لغايه ما مات اي تاني مات عشاني وبيحبني وعايز لي حياه ابديه وعايزني اعيش حياه كريمه وعايزني ابقى فرحان وسعيد ومن يقبل إليه لا يخرجه خارجا هسيبكم مع المسرحية هنختم بيها واشوفكم الأسبوع الجاي لا ما تصدقش هتجيب إبليس بس هو حاسس بيك وحاسس بالتعب اللي انت حاسس بيه لا مش حاسس بيك انت تروح له وهو هيخلصك من كل تعب لو كان حاسس بيك ما كانش خلقك كده ايوه ما كانش خلقك كده يسوع بيحبك وعايزك تكون ليه سيبني بقى سيبني انت تعمل عليا وقف روح اوعى نفسك يا احمد تعال يا عبد النور يا حبيبي تعال يا عبد النور محدش بيحبك يا عبد النور كله هو انت
انت اقل منها. طب كلهم يشوفوا عليك. طب انت ذنبك ايه يا مسكين؟ ما انت اتولدت كده. اشمعنى انت اتولدت اقل من اخوانك؟ اشمعنى هم عندهم وانت ما عندكش؟ يمكن الذنب ذنب ابوك او امك او ذنب ربنا. كفايه انت تعبان قوي يا عم النور. يمكن الذنب ذنب ابوك. ابويا كان دايما حاسس ان انا جيت غلط، طب انا ذنبي ايه؟ ابوك لا بلاش امي جالي دايما بتلاعبني وانا صغير والدموع في عينيها تقول لي يا رب خلقني ابني مش شايفها. يعني انت كنت بتشوفها يا عبد النور؟ كنت بحس بيها. طب واخواتك لما كنت تيجي نتعشى يعني كده كان اخويا يقول لي جالك العمى كل 10 انا مش هحدد العمى. انت تعبان قوي يا عبد النور. انا عايز ارتاح. مفيش راحه يا عبد النور. انا عايز اعيش في سلام. مفيش سلام يا عبد النور. تبقى ايه انت الحياه؟ هو ايه؟ انت يمكن لما تموت تحس بشيء من تأنيب الضمير على اللي عملوه فيك سنين. لا فكره وحشه قوي. ايه؟ وحشه؟ وانت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ بص انا هروح الكنيسه. ايه؟ انت اتجننت يا عبد النور؟ عايز تروح الكنيسه؟ مش هما دول اللي قالوا عليك انك جاهل ما تفهمش؟ مش دول اللي قالوا عليك انك اعمى ما بتشوفش؟ طب والعمى؟ انت اللي يجيلك منه الريح انت واستريح ما دي برضه واقف. ايوه بس اعمل بيها يا اخي. النوعيه دي بقى اللي انا بحبها قوي. نوعيه الجهل. النوع اللي عايش في الضلمه. النوع اللي عنده حق كتير. حق التاني بس حق مغشوش. يقعد في وسط الكنايس ويعلي صوته ويقول انا الكلام ده عارفه كويس. انت ما توعظنيش روح اوعظ نفسك. انا اعرف اوعظ احسن منك. بس عشان يعيشوا صعب قوي. النوع ده حاطط نظاره سودة على عينيه ماشي تايه وسط الكنايس من كنيسه لكنيسه من اجتماع لاجتماع من مؤتمر لمؤتمر ماشي خلاص. هو مش عارف رايح فين لكن اهو ماشي. لا يعرفون لا يعرفون ولا لانهم قد طمسوا القلوب. هلك شعبي لعدم معرفه. عيون يسوع حرساني وهي اللي حمياني وصينا قلبي جوا مني محفوظ في قلب مني. عيون يسوع سنداني وفي محنتي شايفاني رفعاني في وقت ضعفي شايلاني في وقت همي. عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع دي قوة ومنارة روحي جوا وفي خوفي هي ظلي هي رايتي وهي خيري دفول وصر حماية نظراتي ليا راية شايف فيها ملامحي وتحكي عنه. عيون يسوع عيون يسوع